إذن عيد مبارك سعيد وكل عام بألف. دائما في إطار الحملات التحسيسية بأهمية داخل مدينة وسلان وبمناسبة عيد الأضحى المبارك ومن أجل توفير إطار بيئي وإحياء عيد الأضحى المبارك في ظروف صحية، فإن جماعة وسلان وشركة الإسويس المواطنة يدعونكم أخي المواطن أختي المواطنة إلى اتباع الإرشادات التالية: أولا جمع بقايا الأمعاء وغيرها من النفايات في أكياس بلاستيكية مع الإحكام ديال الإغلاق ديالها وإخراجها قبل مرور الشاحنات. مرور الشاحنات غادي يكون مع الجوج ديال النهار إن شاء الله. نتمناو من أنه المواطنين كاملين أنهم يعملوا يد في يد باش أنه نخليو دائما المدينة وسلان مدينة نظيفة، وذلك بإخراج جميع النفايات قبل من الجوج ديال النهار، لأنه في الجوج غادي تدوز الشاحنات وغادي يردوا لنا الشوارع ديالنا نظيفة كما كانت في السابق ديال العهد ديالها. ثم وضع الأكياس البلاستيكية في الحاويات، يعني لي كونتونير ما نلوحوهمش في الشناب، اللحوم الله يخليكم في لي كونتونير. الشركة المواطنين الاس او اس كتبذل مجهود كبير باش انه توفر جميع المعدات باش تكون في الخدمة ديالك اخي المواطن اختي المواطنة. ما علينا الا انه نلتزموا بوضع هذيك الاكياس البلاستيكية في هذيك الحاويات، وبهذه الطريقة كنعاون هذاك العامل النظافة في تأدية المهمة ديالو كما يجب. وما نساوش انه نجنب وضع كل المواد المستعيلة. الله يخليك اخي المواطن اختي المواطنة، هلك الجمر ولا هلك الرماد الا كان مازال شاعل مرميش بهلك لي كونتونير، نخليه في داري حتى يخمد ومن بعد عاد يمكن لي رميه، لانه بهيك الشكل غادي يتم الاتلاف ديال هاد المعدات اللي وضعها الشركة راه الاشارة ديال المواطنين. اذا مجموعة من الارشادات اللي نتمناو انه المواطنين المواطنات انهم يخدم بعين الاعتبار، لانه هاد المعدات اللي وضعت الشركه راه الاشاره ديالك راه هي كتصبح ملكك، وبالتالي المحافظه عليها كتبقى ضروره ملحه. مواطن اختي المواطنه، ما نخليوش هذيك الهيادر ديال الاكباش ديالنا يبقاو عندنا في الدار حتى لقينا وقت عاد نجيو نلوحوهم. الله يخليك اخي المواطن اختي المواطنه، هذيك الهيادر نلوحوهم في نهارهم، لانه الا خليناها مده طويله في ديورنا غادي يخنازوا من هذه اللحوم، غادي يطلقوا روائح كريهه وغادي نلوموا رجال النظافه او عمال النظافه اللي ما قاموش بالدور ديالهم. هو في الواقع راه حنا اللي ما قمناش بالدور ديالنا. اذا الله يخليكم باش نحافظوا دائما على مدينه وسلان، يكون شعارنا دائما هو مدينه وسلان مدينه نظيفه، نعملوا جاهدين باش انه نطبقوا هذه الارشادات. وعيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير.